ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا الكرام، ومعانا فقرة مثيرة جدا 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 إن شاء الله تعجبكم. يعني احنا في الفترة الأخيرة انتشرت فكرة الألعاب الخفية والألعاب بالخدع والخدع البصرية، فحبيت إن أنا أسلط الضوء على الفئة دي، علشان برغم من الإثارة أو برغم إن هما بيقدموه من خدع، الخدع دي بتجذب نسبة كبيرة جدا من المشاهدين، علشان بتحتوي على غرابة وإثارة في الخدع اللي بيقدموها، وده هنشوفه النهارده في الاستوديو. معايا اللي منورني لاعب خفه يد او احد مشاهير اليوتيوب، متولي محمد الشهير بمتولي ماجيك. اهلا بيك، ازيك؟ نورتنا. الله يسلم. عامل ايه؟ كويس الحمد لله. ومعانا الاستاذ علي، منورنا في الاستوديو. اهلا بيك. اهلا بيك. عرف نفسك يا متولي، عرف نفسك للمشاهد. انا متولي محمد، عندي 14 سنه، في ثالثه اعدادي من بنها. تمام، نورنا. قولي ليه دخلت مجال الخدع البصريه او مجال لعبه الخدع دي؟ كان يعني كان في بعض السحر كان بيعملوا خدع وابهرتني، حبيت اني اشوف كشف الخدع دي واتعلمها. تمام. وحبيت اني اعملها على الناس. جميل جدا. طيب من امتى بقى جات لك الفكره دي؟ من سنه، حوالي كده سنه. من سنه. حلو جدا. طيب ممكن تقول لنا ايه اللاعب، مين اللاعب المفضل ليك؟ اسمه شين ليم. شين ليم. تمام. مين نتكلم قبل ما، طبعا عارفه انت قلت لي انك مجهز لنا فقرات خدع حلوه جدا ان شاء الله هتعجبكم، تعجب مشاهدينا. عايزين نتكلم عن اللي دعمك في مشوارك. اولا بابا وماما، وبشكر اصحابي اللي بيشتركوا معايا في الفيديوهات اللي انا بقدمها للناس على اليوتيوب. تمام. وبشكر الناس اللي بيدعموني. تمام. طيب قبل ما نبدا الخدع، عايزين مشاهدينا هنطلع نشوف فيديو عن اللاعب، لاعب خفه يد متولي محمد. هنشوف الفيديو ونرجع لكم مره ثانيه، انتظرونا. طبعا شفنا الفيديو مع متولي محمد. انا بصراحه منبهره جدا من اللي شفته. يعني انت عملتها ازاي فكره الكوبايه وان القلم يطلع لوحده وينزل ده؟ ازاي خفه يد؟ خفه يد دي ازاي برضه؟ طيب انت قلت لي ان انت مجهز لنا خدع هتعملها معانا دلوقتي ومع استاذ علي. تمام، ماشي، اتفضل. تمام. بص، انا عايزك تختار لك ورقه من الكوتشين، ورقه الكاميرا. وريها للكاميرا. تمام. عايزك تحطها في النص. حطيت الكوتشينة. عايزك تفكر في الرقم بتاعك في سرك، ردده في سرك. تمام. تمام، انا هحاول ان اطلعه. ده رقمك؟ مش ده. وري لي الكاميرا. ده. تمام، هاخد دوت. هات لي ايدك كده، حط على ايدك التانية. تمام. اللي كان معاك ده رقم كام؟ شايف؟ ارفع لي ايدك فوق يا علي لو سمحت. هطلع ورقه من الكوتشينه، هتوقع اللي هي دي تكون ورقتك. تبقى قوي قوي اللي لو طلعت ورقتك. لا. ديت. ولا ديت. ايه ده؟ ورينا، ورينا الورق يا علي. ايه ده؟ ده هي. اربعه قلب اسود فعلا. طب انا هحاول اصعب اكتر واعمل لك مع حضرتك ومعايا. خلاص. تمام. تمام. اختار لك ورقه. حد برضه تختار. ماشي. ورا الكاميرا. هنا. تمام. تمام. تحط ورقتك هنا. حفنة الكوتشينة. تمام. حفنة برضو الكوتشينة. انت اللي حطيت وقتك الأول. تمام؟ اتفضل. عايزك تفكر فيها. تمام. ديت؟ ديت صح؟
البنت. تمام، هات ايدك كده. تمام، حط على ايدك التانية. تمام، وانت عايزك تفكر في الرقم بتاعك. ده؟ لا. مش العشرة؟ لا. طب هات ايدك كده، حط على ايدك التانية. العشرة؟ لا. حط ايدك على التانية. ماشي. تمام كده، انت معاك كام؟ العشرة. وهو معاه البنت. تمام. ينفع يتبدلوا؟ لا ده مستحيل طبعا. طب نجرب. كل واحد يبص في ايده، يرفع ايده ويبص في الورقة. ايه ده؟ هي ايه ده؟ انت مش كان معاك البنت دلوقتي؟ ازاي اتنقلت لي طيب؟ انا فعلا معايا البنت اللي كانت مع علي المفروض. طب انا احاول اقرا افكارك. تمام. التخاطر بقى وقراءة الافكار صح؟ ماشي اوكي. معايا ثلاث ورقات، ثلاث ورقات. ثلاث ورقات لاردينو. معلش. عايزك تفكر في اي حاجة تخطر على بالك. تمام. معلش. ممكن تركنها بجنب. اي حاجة. هاخد واكتب الحاجة اللي انت فكرت فيها. تمام. ايه الحاجة اللي انت فكرت فيها؟ اقولها؟ قلت ان اللوكيشن ده شكله حلو. اللوكيشن ده شكله حلو. معلش. خلاص فكر في حاجة تانية. تمام. هو حضرتك عايز كلمة ولا جملة ولا لا ايه؟ كلمة، كلمة واحدة. تمام. تمام. فكرتين في المذيع. تمام، ايه اللي انت فكرت فيه؟ المذيع. المذيع؟ معلش، هو انا بلعب بالكوتشينه، مش معلش مش بعرف اعمل بتاع. يعني ممكن نغلط في غلطه في الكوتشينه. معانا هنا كوتشينه عاديه. تمام اهي. تمام، هنفنط الكوتشينه ونحطها قدامك. اقسم من اي حته تعجبك. تمام، اختار لك اي مجموعه. دي بص في اول ورقه ووريها للكاميرا. اول ورقه من فوق ولا من اول تحت؟ ورقه من فوق. من فوق. تمام، حطها في الكوتشينه وفنطها عادي. هكتب الرقم. تمام. احمر ولا اسود؟ احمر. طب رقم كبير ولا صور؟ لا رقم. رقم. تمام، من واحد لعشرة ولا من واحد لعشرة، من واحد لخمسة ولا من خمسة لعشرة؟ خمسة لعشرة. خمسة لعشرة. حطيت على الورقة. معلش. نزلها على المكتب. هو أنا كتبت هنا. أنت ما قلتليش لسه رقمك. ورقمك كام؟ سبعة. سبعة إيه؟ قلب. تمام، انا كنت هنا كتبت هنا حاجات. هنفتح هنا الحاجه ديت، هتلاقيني إيه كاتب سبعة قلب. ولو فتحنا هنا. طيب ممكن تورينا الورقه تاني؟ تمام. سبعة قلب احمر فعلا، طلعت سبعة قلب. نفس اللي انت اخترته اللي طلعت معاك.
ازاي ده بتولي بجد؟ خفتي يعني. طيب الورقه اللي بعدها. طيب لو فتحناه ورينا مكتوب ايه. اللوكيشن شكله. اللوكيشن شكله حلو اللي انت فكرت فيه فعلا يا استاذ علي. ولو فتحت الثالثه انا مش مصدقه اللي انا بشوفه. هتلاقيني كاتب بتفكر في المذيع. بتفكر في المذيع يعني طلع الثلاث حاجات اللي استاذ علي فكر فيهم فعلا من غير ما يعرف. انتوا متفقين؟ لا والله متفقين. قول المشاهدين عشان اول مره بشوفه. واول مره فعلا نشوف استاذ علي ومتولي. هاجي العب مع حضرتك لعبه. تلعب معايا انا؟ ماشي. تمام. فنط الكوتشينه. يا ترى هيعمل معايا ايه يا علي؟ اختلك اي ورقه. اي ورقه؟ وريها للقمح. ماشي. خدي حطها في الكوتشينه. ماشي. بص افنط الكوتشينه. فنطي عادي براحتك. تمام. تمام. خد الكوتشينه. انت اللي حطيتي الورقه في الكوتشينه انا ما كبرتكيش. لا. تمام ولا اعرفها. لا. طب لو عملت كده ولو فتحت تليفونك تلاقيها. انا ما اعرفش ورقتك. ايه ده؟ فتحت تليفونك شو؟ ايه علاقة الكوتشينة بالتليفون طيب؟ افتح الصور. معقولة يعني ازاي يعني مثلا اللي هو ازاي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الاثنين قلب اسود فعلا. ازاي؟ طارت مثلا جت في التليفون يعني ولا ايه؟ اهو اثنين قلب اسود. ازاي بقى معلش كده يعني؟ يعني اللي فات كل ده ماشي بس برضه يعني ايه كل مره عملت بهرنا؟ طب ازاي وصلت التليفون؟ ونفس الرقم ونفس اللون ونفس ال هلعب ايه؟ خفت يده برضو؟ اه خف. تصدق هلا بص انا معايا هنا هتمسك الورقه من غير ما تبص فيها ما تبصش فيها خالص. تمام. يعني هنا معانا الواحد. خد امسكه كده زي ما انا ماسكه كده. تمام من نزله تحت شويه عشان كده. ايوه تمام. هو معايا هنا واحد. هنا معاك الواحد القص وانا معايا الواحد المكعب اللحم. تمام. هاخده احطه فوق كده. تمام كده. انت في معاك في فين الواحد الاصل؟ الاصل الاصل القلب اسمح تحت. تحت. تمام. هاخده الواحد الاصل وبعدين اهو معايا الواحد الاصل. تمام. وانت معاك هنا الواحد. تمام. هاخده واحطه فوق فوق كده. تمام كده. انت معاك الاصل الواحد الاصل الاصل القلب اسمح فين؟ فوق. واللي تحت المكعب. تمام. ايش لو بصيت دلوقتي ما لقيتش ولا ورقه فيها واحد؟ وريني. طلع ايه؟ طلع شاي. اتنين شاي. شاي مش كانوا اتنين واحد المفروض؟ اه. ايه ده؟ انت عملت ايه بجد؟ خفت يد برضو. يعني كل الخدعه دي كلها وخفت يد. طيب ماشي. طيب نطلع للفيديو الثاني نشوف مشاهدينا الكرام فيديو اللي متولي ونرجع لكم مره ثانيه وركزوا فيه علشان في خدعه وتقريبا هيعلمكم الخدعه دي بتكتشفوها ازاي او تقدروا تعملوها ازاي. تمام. نطلع نشوف الفيديو ونرجع لكم مره ثانيه. استنونا. ورجعنا لكم مره ثانيه. انا مش عارفه الصراحه يا متولي ايه الفيديوهات اللي عملت بيرنا بيها دي والخدعه اللي اشتغلتها دلوقتي مع استاذ علي ومعايا ده ايه بقى؟ خفت يد برضه. لا بجد يعني ما شاء الله عليك يعني رغم صغر سنه الا انه قدر ان هو يعني بالخدعه دي يجذب المشاهدين ويجذب وهو له تشانل تقريبا على اليوتيوب صح؟ اسمها متولي ماجيك. اسمها متولي ماجيك. تمام. طيب تحب نختم بايه؟ تقول حاجه سريعه مثلا للشباب او حاجه تحب تختم بيها؟ اي حد يعني بيحب حاجه وعايز يتعلمها يا ريت ما يسيبهاش ويتعلمها. زي كده اي حاجه بس ما تكونش مضره تكون نافعه مش مضره. تمام.
هو فعلا مهم جدا ان احنا نستغل موهبتنا علشان نستغلها في في الشيء المفيد اللي يفيدنا، لكن على عكس الناس، ان في ناس تانيين بيستغلوا ده في حاجه تضرهم. تمام صح كده؟ وخصوصا في المجال ده، مجال الخدع، في ناس بيفتكروا ان يقول لك مثلا ده سحر، دي حاجه تانيه. لا، هو ملوش علاقه خالص بالسحر، بس هو لازم يكون في لغز في اللعبه اللي هو بيعملها. دي بقى اللغز ده بيقول عليه سحر، بس هو مش سحر. هي بتبقى دي بتكون خفة يد زي ما انت مسميها. تمام. فبتكون لها يعني طريقة او تكنيك معين انت المفروض بتتدرب عليه، صح كده؟ علشان تقدر تأديه كويس، لكن ده ملهوش علاقة بالسحر تماما. لا، ما فيهوش خالص. تمام. الخدعة دي بتاخد منك وقت قد ايه؟ يعني كل خدعة مثلا بتاخد وقت قد ايه؟ حسب الخدعة، يعني في خدعة زي قلة الافكار دي خدت مني وقت كبير. اما الخدعة بالكوتشينة اقل، يعني ديت يجي شهر. دي بتبقى قريت افكار شهر. بتخش في دماغ الشخص اللي انت بتلعب مع اللعبه. وبتتعلم الخدعه دي ازاي او منين؟ من على اليوتيوب. اليوتيوب زي ما احنا عارفين عليه كل حاجه. انا اتعلمت منه. في بقى خدع للمبتدئين المحترفين كده. انا عرفت انه انك انت بتقدم فيديوهات على الشانل يوتيوب بتاعتك، بتعلم فيها الشباب انه ازاي بعض الخدع ازاي يتعلموها ويعملوها، صح؟ انا كشفت خدع لسحرة، وكشفت خدع للمبتدئين يتعلموها. عشان حد بيحب حاجه كده زي المجال دوت يخش فيه، يكون متمكن يمسك ازاي كوتشينه ويعرف يلعب ازاي بيها. جميل جدا، برافو عليك، ما شاء الله عليك. طيب هل في معوقات بتقابلك في مجال الخدع؟ لا، والحمد لله لغايه دلوقتي لا. مفيش مقابلتي. جميل. نفسك في ايه؟ يعني هدفك ايه في مجال الخدع؟ يعني زي حد زي ساحر كده، زي شينليم كده زي ما انا قلت. تكون مشهور زيه وتوصل لشهرته، يعني ان شاء الله. انا بتمنى لك مستقبل كبير وحلو جدا ان شاء الله باذن الله، ما دام يعني الشباب اللي زي دي محتاجين فعلا دعم ومحتاجين فعلا تحفيز طول الوقت علشان نقدر ان احنا يعني ناخد يبقى مستقبلنا افضل باذن الله. وخصوصا بقى ان احنا في حلقتنا النهارده بنتكلم عن التفاؤل، يعني فاحنا ايه، نكون متفائلين. ولا انت من الناس المتشائمه؟ لا، متفائل. متفائل ولا متشائم؟ متفائل. حضرتك يا استاذ علي متفائل؟ متفائل. متفائل طبعا، وده اهم حاجه يعني. مشاهدينا، وبكده تكون وصلنا لنهايه حلقتنا. بشكركم على حسن استماعكم لينا، ويا رب تكون فقرتنا النهارده فادتكم مع متولي ماجيك ومع دكتوره جهاد. واستنونا الحلقة الجاية يوم الثلاثاء الجاي إن شاء الله الساعة 2 في ميعادنا. مع السلامة.